بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم نجيب أحمد عبده، يمني مقيم في المملكة العربية السعودية. مشكلتي أنا بدأت من 15 سنة يظهر عندي سكر من النوع الثاني، فبدأت أتدرج في استخدام أدوية السكر. حتى 10 سنوات وصلت إلى مناعة ضد كل الحبوب والمنظمات، وبدأ بعدها في استخدام الأنسولين. بدأت باستخدام الأنسولين وتدرجت فيه مرحلة مرحلة حتى وصلت إلى طريق مسدود باستخدام 40 وحدة في الصباح و40 وحدة في المساء بدون أي نتيجة، بسبب تليف المناطق التي يضرب فيها الإبر. وصلت إلى مناعة ضد الأنسولين. فبدأت أتابع وأبحث عن طريقة أو عن وسيلة، وأسأل ربنا أنه يوفقنا حتى انتهي من هذا الكابوس. ومن المتابعة للنت ومتابعة عبر التلفزيون تعرفت على الدكتور كريم صبري، وتواصلت معه عن طريق التلفون وشرحت له الوضع وإيش اللي حاصل بالضبط. فقال مشكلتك بسيطة وإن شاء الله تزورنا. وفعلا عملت التحاليل المناسبة، كان عندي المتوسط وصل إلى 11، وبدأت تظهر علي آثار أو غيبوبة السكر بسبب الأنسولين. يعني وصلت إلى مناعة يتراكم الأنسولين في الجسم، وبعدها مباشرة ينزل السكر فجأة، وكنت أصاب بغيبوبة السكر. كنت أصل إلى ساعة إلى ساعتين. آخر يوم ما قبل العملية وصلت إلى غيبوبة السكر استمرت إلى 3 ساعات. بعدها سويت العملية بتاريخ 3/7. العملية ما استغرقت وقت ولا استغرقت جهد، يعني كلها تقريبا ساعتين بنج وعملية وإفاقة. فعندما طلعت من غرفة العمليات لم أصدق أن أنا سويت العملية، لأن جسمي مرتاح تماما ولا أشعر بأي تعب أو بأي إجهاد. فسألت المرافق تم إجراء العملية؟ قال تم والحمد لله. فخرجت اليوم الثاني أمشي برجلي، وروحت صليت الظهر والعصر ونمت. اليوم الثاني أتسوق وأتحرك، ما فيش أي مشاكل ولا في أي شيء. فالتزام الشخص بتوجيهات الدكتور، التزام بالبرنامج العلاجي المعين، كلها ساهمت في نجاح العملية الحمد لله. الآن وزني من 90 نزل إلى 75 كيلو واستقر على هذا الحال. كنت أعاني من آلام في المفاصل، الصداع المستمر، وكنت عايش على المهدئات. والحمد لله من يوم طلعت من غرفة العمليات لم أستخدم حتى قرص بنادول أو برامول أو أي نوع من أنواع المهدئ. والحمد لله أمارس حياتي طبيعية وما فيش أي مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. النهاردة إحنا بنقدم يمكن عملية بيستخدمها العالم كله في علاج مرضى السكر، عملية تحويل مسار المعدة المصغر. هي عملية تحويل مسار معدة ذات وصلة واحدة بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيرة. العملية دي بتستخدم لعلاج السمنة وعلاج مرضى السكر. لكن إحنا عايزين نقول حاجة إحنا بنأكد عليها، إن العمليات دي مش لازم تكون مريض سمنة مفرطة عشان تفكر إن أنت تعمل عملية لمرضى السكر. أنت بتقسم طولك على وزنك مرتين بيطلع لك رقم أكتر من 30، يعني تقريبا لازم يكون عندك 10 15 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي أكوردنج بقى للطول بتاعك. أنت بتحاول تطلع الرقم أكتر من 30. أستاذ نجيب، إحنا بننقل تجربة حية. إحنا يعني كان مريض سكر من النوع التاني، كان ماشي على جرعات عالية جدا من الانسولين، كان السكر التراكمي بتاعه قد يصل الى 11 بالرغم من جرعات عالية من الانسولين. ما بعد عملية تحويل مسار المعدة المصغر بنسيب طبعا جزء كبير شوية من المعدة، مش زي الناس اللي هم بنعملهم تحويل مسار عشان نزل وزنهم، لا احنا بنفصل المعدة بحيث انه يعرف ياكل كويس ويعرف يعيش حياته بالنسبة للتغذية تغذية سليمة. نزيل الوزن طبعا احنا بنتحكم فيه، لان احنا بنسيب معدة كبيرة ونخلي سوق الامتصاص مش لازم يكون على ابعاد بتاعة السمنة، بتكون ابعاد مفصلة اكوردنج للوزن او على حسب الوزن. نزل وزن تقريبا ثابت على 75 كيلو. السكر الحمد لله التراكمي دلوقتي 6.4 تقريبا، مفيش سكر الحمد لله. ممكن بقالنا فترة قصيرة جدا ما بعد العملية. العملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة يوم واحد في المستشفى،
بتعيد نشاطك للعمل بعد يوم من الخروج من المستشفى. اذا كان في صعوبه في متابعه مع دكتور الباطنه ممكن احنا نتابع نفسنا، احنا بنكون عارفين لو عندنا جهاز سكر في البيت بنقيس السكر بصوره يعني قد تكون يعني منتظمه كل يوم، بعد كده كل يومين، بعد كده كل 3 ايام، بحيث ان احنا بعنينا بس على السكر اللي بتحسن يعني بصوره تدريجيه. في كمان مقياس للسكر اللي هو السكر التراكمي، ده من احسن الحاجات فعلا اللي بتقيس كفاءه او تنظيم السكر خلال الفتره الفائته، يمكن بيقيس السكر خلال 3 شهور سابقه. يمكن الاستاذ نجيب الحمد لله الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه اتحسن جدا، يمكن كان 6.4 تقريبا، كان 6.4 من 10 تقريبا، مفيش الحمد لله سكر خالص، تحسن رهيب في السكر، يعني خلاص الحمد لله احنا تقريبا وقفنا عن العلاج خلال فتره قصيره. طيب في نقطه بقى احنا عايزين نقولها، ان مش كل مرضى السكر هيتوقف على العلاج تاني يوم، يعني في مقاييس، يعني العيان اللي سكره بقاله 20 سنه البنكرياس بتاعه قد يكون عليه برضو كميه من الضغوط بقاله 20 سنه. الناس اللي عندها سكر خلال 5 سنين هم احسن طبعا استجابتهم للعلاجات احسن من الناس اللي هم سكرهم بقاله 20 سنه. الناس اللي بتاخد انسولين بجرعات عاليه جدا طبعا يعني على ما تسحب الانسولين هياخد شويه برضو لحد البنكرياس ما يعيد نشاطه. الناس اللي دخلت في مضاعفات للسكر، يعني لا قدر الله حصل باتري، في مشاكل في الكلى الشبكيه برضو حصل فيها مشاكل، الحاجات طبعا هي عوامل كثيره تؤثر على مدى الاستجابه او سرعه الاستجابه. لكن كل الناس ان شاء الله بتتحسن، لكن في واحد بيوقف سكره بعد ثاني يوم، في ناس ثانيه بعد شهر، في ناس ثانيه بعد شهرين، في عوامل كتيره وبارامترز كتيره احنا بنحاول ان احنا بنتوقع بيها امتى هتتوقف بالتدريج. الرساله عايز اقولها ان مرضى السكر مش لازم تكون مريض سمنه مفرطه يعني بزياده قوي عشان تعمل عمليه للسكر، لا، انت زي ما بقول تاني اقسم وزنك على طولك مرتين، لو فوق ال 30 انت اعمل عمليه لعلاج السكر مش لعلاج السمنه، لان العمليه تحويل مصور المعده المصغر المستخدم في علاج السكر هي عمليه تيلورد، هي عمليه يمكن تفصيلها اكوردنج للوزن اللي احنا عايزينه. نزول الوزن بيبقى بسيط جدا لو احنا عايزين ما يبقاش فيه نزول وزن، لكن عايز اقول كمان ان العالم كله دلوقتي بيعمل عمليات اسمها ميتابوليك سيرجي او عمليات الايض او عمليات علاج الامراض التي قد تكون زي السكر وزي ارتفاع الكوليسترول في الدم، ويمكن العمليه دي كمان لها اثار يعني جميله جدا بقى في ان هي مش بس بتضيع مرضى السكر، بتضيع السكر يعني او بتعالج السكر، لا ده كمان بتقلل يمكن امراض كثيره، يمكن منها ارتفاع الكوليسترول بالدم والدهون الضاره كلها بتقل خالص لو انت قست الحاجات دي قبل العمليه وبعد العمليه، في تحسن رهيب في الحاجات دي. دهون الكبد اللي هي قد تنتج عنها يمكن ارتفاع الانزيمات ويمكن ما تعرفش تعالجه، يعني ما تبقاش عارف تعالج الدهون في الكبد دي الا بانقاص الوزن، هي بتضيع كل الدهون في الكبد. الناس اللي هم كفاءة القلب عندهم وعندهم تصلب في الشرايين كل الدهون دي بتقل ويرجع النشاط احسن من الاول بكتير جدا. كل الامراض المصاحبة للسكر تتوقف تماما وتعيدك للوضع الطبيعي. العمليات دي من العمليات اللي هي الجميلة قصيرة الوقت اثناء اجراءها بالمنظار. العمليات دي طبعا يمكن بتحسن السكر بصورة منتظمة فعالة، ويمكن ده ملموس عن تجارب مئات بل الاف العيانين اللي احنا عايزين نوصل تجاربهم، ونتمنى الشفاء لكل مريض سكر بيعاني. ما تسيبش نفسك لمرض السكر، لان السكر طبعا من الامراض حتميه المضاعفات. يمكن كان لسه عندنا في المركز النهارده من احد العيانين كان يمكن ماشي على اكتر من 160 وحده انسولين في اليوم، يعني كذا نوع من الانسولين، كذا جرعه من الانسولين، كذا نوع من العلاجات الاورال اللي هي بتاخد عن طريق الفم، والسكر برضو مش تحت السيطره. اللي بيحصل ان السكر بيبدا بعلاج قد يكون تحفظي، ان احنا ننزل وزننا شويه، بعد كده بنبتدي بقراص، بعد كده بناخد جرعات صغيره من الانسولين، بعد كده بنزود بقى جرعات الانسولين الى ان يتشبع الجسم بالانسولين، ساعتها بقى بتبتدي المضاعفات، الكلى، الرؤيه برضو بسبب الشبكيه،
المشاكل طبعا لا يخفى علينا كلنا المشاكل هي الطرفيه بتاعت سواء مشاكل الاعصاب او مشاكل يمكن اللي هي بسبب الاوعيه الدمويه الطرفيه. نتمنى الشفاء لكل مرضى السكر، واحنا بنوصل التجارب الحيه بحيث يكون في امل لكل مريض سكر بيعاني. احنا بنقدم له ان شاء الله حل جذري وفعال وبسيط ان شاء الله.